السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن تلاميذ في العالم، أعتقد بأن هذا الموضوع اللي غنهضر فيه اليوم موضوع كتسولوا عليه بزاف تلاميذ الرياضة وتلاميذ الأحرار. ظهر لي بأن خصنا نتكلموا معكم وجا الوقت باش نهضروا معكم، وتيبان لي بأن القليل اللي كيتكلم مع تلاميذ الأحرار وتلاميذ الرياضة أو مدارس الرياضة، كثرت الهضرة بزاف بعدا على مدارس الرياضة. وانا هاد الفيديو راه ما كندعيش الشباب وحتى الاباء، نعرف اباء وما داخلين يشوفوا هاد الفيديو، ما كندعيش بانني جاي باش نحيط بهذا الموضوع او نقول لكم اش واقع. انا ماشي الوزير، ولكن انا جاي الان نلعب واحد الدور غير نبارطاجي معكم داكشي اللي تيقولوا الناس من وسط مدارس ريدة. عندنا تلاميذ تيقراو عندنا في استاذي معي، تواصلت معهم، تواصلت مع الاباء ديالهم، عطاوني اوديوات في الواتساب، قالوا لي شنو كاين الان، شنو يديروا الوليدات في المدرسه. غنبارطاجيو هذا الموضوع هذا لتحت في التعليقات، كتبوا لينا نتوما كذلك، لعل وعسى تكون هذه وسيله باش نوصلوا هذا الشيء للناس المسؤولين، لعل وعسى يكون شيء تغيير اذا بان لنا بان هذا الشيء. انا في الحقيقه انا مازلت نسمع، وعلى حسب ما سمعت كاين امور في حقها ما عجبتنيش، غنبارطاجيها وغنقولها لكم، ولا محكمتكم الموقره واسع النظر. ثم غنهضر على التلاميذ الاحرار. نتوما خاصكم برنامج، باغين تدفعوا، باغين تنجحوا، باغين كذا، وقتاش غتدفعوا البرنامج اللي غتقراوه هذا العام الى غير ذلك. جميع التفاصيل نحاول نشارك معكم داكشي اللي عارف الاخوان. غنبدا اول حاجه بمدارس الرياضه. مدارس الرياضه كثرت الهضره بزاف. اول مدارس الرياضه، انا بعدا واحد القضيه، انا ما جيش في هذا الفيديو نهاجم الدوله او نقول بان هذا مشروع فاشل او نقول بان هذا المشروع هذا صافي راه ما بقاش لا، هو مشروع دارته الدوله، ما نقدرش انا نحكم عليه، وانا يعني المستوى ديالي ما واصلش باش نحكم على هذا المشروع اللي دايره الدوله. ولكن اللي غادي نقدر نهضر عليه هو شنو واقع من خلال التلاميذ والاباء. غنبدا مباشره دونك مدارس الرياضه اللي كاين لحد الان، واللي سمعت من عند التلاميذ ومن عند الاباء بخلاصه، وان الوليدات مازال ما شراو لا كتوبه لا دفاتر لا والو. هذا باختصار ها الاولى. الثانيه كيمشيو للمدرسه كيجيو ما كاين لا تمارين في الدار لا واجبات لا والو. الثالثه ما كاين لا امتحانات لا والو. الحال هذو ما بين الاشكالات اللي كاينين، تيقول لك اسيدي قالت لي انا ام هاكا، قالت لي النيفو طايح، قالت لي انا ولدي بيت السادس، ها هي الكراسه اللي تيقرا بها بيت السادس، قالت لي هذه تصلح الوليدات بيت الثاني وبيت الثالث. حقا انا مش فشا لقيت عملي ديال الجمع والطرح، داكشي ديال بيت الثاني في عينو الثالث كيفاش بيت السادس غيقراها؟ ما عرفتش في الحقيقه واش هذه فقط داخله في اطار، حيت هو قال لك في الاول اسيدي دايرين الرائز، وهذاك الرائز من خلاله غيديروا تفويج ديال المستويات، المستويات اللي النيفو ديالهم شويه الدراري ناقصين، شويه الدراري متوسطين، شويه الدراري اللي زايدين، وعاد يقسموا الافواج، وعاد غيديروا الدعم، كل مستوى غيديروا له الدعم على حساب الرئيس. مهم واحد انا ظهر لي بان داك الشيء خدا وقت كثير، ولكن التساؤل هادو هذا الشيء كله نقدر نفهمه، لان ربما الان الدوله كدير فعلا اصلاح التعليم، كتحاول تصلح المنظومه، لان كل شيء مخلط، نيفو طايح مع نيفو طالع، كاين دراري متوسطين، كاين دراري نيفو ديالهم ناقصين، كاين دراري ما قراوش العام اللي فات، كاين كانوا اضرابات الى غير ذلك. يقدر يكون هذه عمليه ديالاش ديال التصفيه ديال التفويج، ممتاز، ولكن نطرح تساؤلات. مثلا التلاميذ عندنا في الثالثه اعدادي غيدوزو امتحان محلي، غيدوزو امتحان جهوي، لحد الان مازال ما قراو حتى درس. انا التلاميذ تواصلوا معايا، التلميذ قال لي هاكا، قال لي استاذها في التاسعه يلا تيقرا لي نومبغ ديسيمو في الماط، لي نومبغ ديسيمو كاينه في البخوميغ اني كوليج. واش هادشي داخل في اطار لي تيست دياغنوستيك؟ واش حنا غندخلوا دابا مور العطله ومازال تنتكلموا على الدعم غيدار لدوك الوليدات عاوتاني اللي تصنفوا على حساب الرائز؟ وهادو الوليدات واش غنرحموهم ملي غيجي الامتحان المحلي ويجي الامتحان الجهوي؟ هادو كلها تساؤلات فقط، يعني نتساءل. فعلا كاين امور ايجابيه كنسمعوا بان مدارس الرياضه فيها انشطه موازيه، مثلا المسرح الروبوتيك، ولكن نيفو لحد الان بخلاصه جميع الناس اللي تواصلت معاهم واللي تواصلوا معنا اكدوا لنا كلهم نيفو طايح. يعني وليدات في التاسعه تيقراو داكشي ديال الثامنه وتيقراو داكشي ديال السابعه، وتلميذ في السادس عنده داكشي ديال بيت الثاني وبيت الثالث. واش هذه عمليه مقصوده من المدارس الرياضه باش يعاودوا يغربلوا؟ ولكن التساؤل هذو وليدات واش غادي يضيعوا؟ اشنو غادي يديروا المستقبل ديالهم؟ الوقت كيدوز وما مازال ما قراو حتى شي درس. اذا لحد الان كيركزوا على الدعم كيحاولوا يستهدفوا التلاميذ اللي ضعاف، كيحاولوا يديروا تفويج للمستويات باش كل نيفو يكون بوحده،
هادشي اللي تنفهم، ولكن اشكاليه ديال تضيع الوقت، كاين اشكاليه ديال تلاميذ بدون تمارين في البيت، يعني ما كتكونش عندهم خدمه. واحد الام قالت لي التلاميذ كنحسهم تيجيو ويمشيو تيلعبوا، خصوصا الدراري اللي النيفو ديالهم زايد في هذا الجو هذا، تيحسوا براسهم تضيعوا الوقت. تلاميذ مازال ما خداو لا ادوات لا مطابع لا كتوبه، متفقين؟ فهذه كلها امور كنصفصروا عليها، وفي الحقيقه اللي خص يجاوب هنا فين بغيت نطرح هي الدولة، هي الوزارة. المفروض الآن الناس كيتسائلوا، الناس كيستفسروا، حنا الدور ديالنا ننقلوا داكشي اللي تيقولوه الناس ونحطوه في واحد الفيديو لعله ويصل. الآن المفروض الوزارة تخرج بواحد الحوار، بواحد التواصل، توضح الناس، توضح الناس، تقول لهم شنو كاين، ها لوبجيكتيف ديالنا. يعني فعلا كاين آباء وأمهات ما فاهمين والو، ما عارفين والو، التلاميذ تاهم راه شوف، غير هاد الحيرة، غير هاد الحيرة النفسية اللي عند التلاميذ وعند الآباء في حد ذاتها كافية باش يكون واحد التواصل وتواصل وتواصل، ويطمئنوا الناس ويوضحوا بأن وليداتكم راه غيقراو. كاين دابا آباء ما عارفينش واش ولادهم غيقراو ولا ما غيقراوش أصلا، كاين اللي تيتسائل. أنا واحد التلميذة سبحان الله قالت لي أستاذ أنا دابا في التاسعة، قالت لي لحد الآن يلا درت لي نومبر غاسيونيل في خاكسيون ديال السابعة وديال الثامنة، قالت لي أنتم درتوا الديفلوبمون، درتوا الغاسين كاري، درتوا البويسونس، ودرتوا الامتحان الأول، وأنا مازال ما عارفش راسي، وفي الآخر غيقول لي موحد في شهر واحد، وفي الآخر امتحان جهوي. فعلا كاين حيرة، كاين تساؤلات، كاين استفسارات، خاص الناس يخرجوا ويجاوبوا ويوضحوا. في الحقيقه التواصل راه ناقص شويه وخصو يكون، هذا بشكل عام فيما يخص التلاميذ ديال الرياضه. ولكن شوف غنجي من الاخر، وانا قلتها وغنعاود شي بحال هذا الفيديو هذا، نقدر انا كاع انيولي هذه الهضره هذه كامله. شوف اوليداتي، انا نهضر دابا مع التلاميذ، الله يرضي عليكم، بغيتو تقراو مرحبا بكم، عندك الانترنت، عند كل شيء. اسمع نقول هذه الهضره الشباب، في الحقيقه عندكم كلشي الدراري. ما انا وانت تقول لي مدرسه الرياده، وانا ما هي ما رياده، ماشي مرياده، تنقول الدراري عندكم كلشي، نوضوا تخدموا على راسكم. شنو بغيتي تقرا؟ ديفلوبمون، هاني شارحو لك، قلب اليوتيوب كلشي كاين. شنو بغيتي تقرا؟ الغاسين كاري، شارحو لك لي لايفات، كلشي موجود، كاين اساتذه. بغيتي تخدم معايا المات، مرحبا بك، ديفلوبي راسك وجدك الباك، مرحبا بك. بغيتي الفيزيك، بغيتي الاس في تي، كلشي موجود في الانترنت. شنو بغيتي بالضبط؟ انسى عليا دابا، انا نهضر معكم نيشان الدراري، نوضوا تخدموا على راسكم، نساو شي حاجه من مدرسه الرياضه. يعني حيت كاين التلاميذ، انا عارف كاين بعض التلاميذ يقدر يلقى اعذار، ورا ما نفعوناش الاعذار العام اللي فات. الدراري اللي دابا تيقول لك كان اضراب وكان كذا، في الاخر ما عقلوش عليك، راه دوزتي امتحان في الاخر على قول الله كبار، ما يعقلوش عليك. وتا هذا العام يعني شويه امتحان محلي، غتقول لهم لا راه حنا كنا مدرسه رياضه، لا راه ما قيناش الدروس، لا راه غادي تدوزوا عاوتاني امتحان جاوي غادي تدوزوا. فنوض شقى على راسك وشمر على راسك ونوض تخدم، وانت خصك تكون سابق للمدرسه، ما تبقاش تستنى مدرسه الرياضه تيديروا لك الدرس. ها هما دابا الناس غيمشيو امتحان ثاني وانت مازال ما قريتي حتى شي درس. دونك باش نسد هذا الموضوع الدراري، ندوز الان التلاميذ الاحرار. اولا هاد التلاميذ الاحرار صراحه انا تيعجبني هذا النوع الاحرار، انا تنحسدكم شي شويه. علاش نتوما احرار؟ ما عندكم وقت في المدرسه، ما عندكم برنامج، يعني ما تابعين المدرسه ما والو، انت حر تخدم على راحتك وتدير برنامج ديالك وتدير تو دو ليست ديالك وتخدم. ولكن هذا سلاح ذو حدين، تقدر تكون حاجه ايجابيه لك شي مزير راسك، تقدر تكون حاجه سلبيه لك شي ما مسوقش وناعس وتا يقرب الامتحان الجاي وعطلو تخدم. للعلم كما لا يخفى عليه علمكم، الامتحان التلاميذ امتحان الاحرار كيدفعوا له تلاميذ ديجا كانوا انقطعوا الدراسه، كيدفعوا له اباء وامهات. وعلى ذكر الاباء والامهات، حنا في استاذ معيار درنا واحد المبادره سميتها بارومات، هذه بونيس خاصه بالاباء اللي بغاو يتعلموا الماط وحتى اللي بغاو يدفعوا الاحرار، تنخدموا معاهم. يلا بدينا هذه المبادره، غتكون فيديوهات في جروب واتساب، الاباء اللي مسجلين وليداتهم استاذ معي كيستافدوا من واحد الحزمه الفيديوهات اللي كتعطيهم داكشي الاساسي ديال الماط الا بغاو يكملوا من بعد، منهم اللي باغي يدير تسحر، منهم اللي باغي يدير باك ليبر. المهم هذه نقطه. التلاميذ الاحرار، نتوما كدوزوا الامتحان الجاوي في الاخر ديال العام، العام كامل خصكم تقراو جميع الدروس اللي عندكم، ما عندكمش امتحان محلي ولا قسم ولا كذا، يعني تيكون عليكم واحد الضغط، يعني خصك دير برنامج وجميع الدروس تبقى عاقل عليها، يعني المفروض انت راه عندك مسؤوليه اكثر من التلاميذ المتمدرسين، فهذه وصيه بعدا، الا ما كنتي مازال ما درتيش برنامج راه ما يمكنش تنجح. بالنسبه للماط غنهضر بعدا، بالنسبه للماط اي درس غيكون عندكم بحال المتمدرسين سير قراه من الجدر ديالو، حيت كاين تلاميذ احرار اللي انقاطوا على الدراسه سنوات، فبالتالي تيلقاو صعوبه باش انه يشدوا مثلا الديفلوبمون والفاكتوريزاسيون وليزيدونتيتي اللي ما جابوهاش من السابعه. كانت معنا واحد السيده سبحان الله العام اللي فات سجلات استاذي معايا في العرض بسم الله، وكانت تخدم وتتقول لي استاذ عافاك اعطيني هذوك لي سيرفيس يعني الدروس من السابعه، كنت نعطيها من السابعه وعاد تنجيب ليها الثامنه وعاد التاسعه. بحال دابا مثلا البويسونس
ما كتقولش لي عطيني البويسونس ديال التاسعه راه ندوز امتحان جاوي، تقول لي عطيني وهي هي فاهمه، عطيني البويسونس السابعه تنعطيه لا تخدمو، عاد تقول لي عطيني ديال الثامنه تمشي تخدمو عاد تجيب التاسعه. فبالتالي الماط اي درس عندكم في الاحرار هذا العام خاصك تقراه من الجدر ديالو من السابعه، خصوصا الا كنتي منقاطع على الدراسه سنوات، خصوصا الا كان عندك مشكل كبير في الماط. متفقين؟ ولا بغيتي تسجل معنا في استاذي معي كتلميذ احرر وتخدم معنا نفس الدروس اللي شرحوا المتمدرسين غنشرحوا لكم، نفس البرنامج الاس اس سي سيرفيس سيري كونترول، نفس البرنامج كتستافدوا منه بحالك وحال المتمدرسين، وانت خصك كاع تكون كثار منهم، لان انت هذاك الشيء كامل خصك عاقل عليه حتى الاخر ديال العام. ولا وكاينه ميزه الا تسجلتي معنا شناهي هي؟ تقدر تدخل باروماط تستافد عاوتاني هذه بونيس، وكذلك نعطيوك الدروس ديال السابعه وديال الثامنه وهادشي اللي خاصكم في الماط. متفقين؟ فاذا بغيتي تسجل معنا مرحبا بك، ها الواتساب لتحت صيفط ميساج تسجيل دابا راه سالا غيبدا حتى لواحد نوفمبر 2024 حسب التاريخ اللي كتشوف فيه هذا الفيديو هذا. اذا نصيحتي لكم نوضوا ديروا برنامج خدموا على راسكم، يمكن جو بون شهر 12 او ما عقلتش بالضبط، يمكن في شهر 11 ولا 12 كيبدا الدفيع، سير للنيابه عرف الوثائق جمع الله يوفقكم، راجعوا المواد كاملين بطبيعه الحال كلشي عندكم مهم، خدموا على ريوسكم، نتمنى لكم اخوتي النجاح. هذا الفيديو الدراري كنتمنى تبارطاجيوه لان التلاميذ الاحرار محتاجين يسمعوا هذا الشيء، محتاجين توصلوا هاد المعلومات، وتلاميذ الرياضه ومدارس الرياضه على الاقل يكون واحد الاطمئنان لهم، وتنتمنى يكون شي تواصل من الدوله في هذا الموضوع هذا. السلام عليكم ورحمه الله.